هذه الأنامل لم يعد بإمكان نبات القصب جرحها من جديد. إنها أنامل عم عبد القادر الذي قضى أكثر من 30 سنة وهو يروده لصناعة مختلف المنتوجات متخذا من الطرقات السريعة ورشة مفتوحة. مدة 30 سنة خدمة في هذه الحرفة. كنت خدام وذوك أنا يخدم روحي. عندي واحد 20 عام ولا 25 نخدم روحي. نشرو القصبة في الواد ونمقصوها بالمقوصة ونعاود نحولوها بالتركتور نجيبوها هنا ونخدمو. شو عندنا خدمة احنا غير في الصيف المشتى شوية ما تمشيش نخدمو نورمال هنا السمش ولا المشتى كيف كيف. شو احنا في المشتى ما نخدموش هذه قليلة كيما نقولو غير تكون كوموند نخدموها وكوموند كوش كوموند نعاودو نمقصو نوجدو للصيف نجيبو 20 رولو في النهار. ما السبعة حتى الوحدة نورمال كي تعلمها ما تجرحيش يدك. هذا كي يكون يتعلم يجرح يديه بصح كي تكوني معلمة ما تنجرحش اليد تموت هاو تولي سم. ها شوفي والو كاع ما تنجرحش ورانا نديرو اللي يقوم. عمي عبد القادر استطاع خلال مسيرته مع القصب تعليم حرفته للعديد من الشباب الباحث عن الاسترزاق في هذه الحرفة التي يعشقها عمي عبد القادر رغم صعوبتها. كاين شباب تعلموا معنا يخدموا معنا هم بزاف هذو قاع ما كانوش كاينين من كنا احنا نخدموا. انتشرت قاع بالك راه كاين 40 واحد يخدم ولا 50. احنا بكري كنا احنا زوج ولا ثلاثة دوك راهم 50 واحد ولا يخدم. أوا ساي الحرفة هذه ساي والله ما تقش تخدم خدمة أخرى. والفنا الخبز المرة هذه علاقة بين القصب وعم عبد القادر تترجمها أنامله وتحكيها منتجاته.